جميع المعطيات جميع المعطيات. انا كنتمنى من خلال هذا اللقاء حنا كمجلس مقاطعه كنديروا واحد الانجازات، عندنا مشاريع، عندنا مسؤوليات تجاه السكان، خاصنا نتواصلوا معاهم، والوسيله الوحيده ديالنا ديال التواصل مع السكان هو الاعلام. يا اما كاين الصفحات ديال التواصل الاجتماعي وكاين الاعلام. حنا الحمد لله بغينا نديروا واحد العلاقه وطيده مع الاعلام المحليه والوطنيه، اذا الصحافه المحليه والوطنيه خاصنا نديروا معها واحد العلاقه اللي مستمره، اللي غادي تجعلنا اننا فين ما نديروا شي انجاز، فين ما يكون عندنا شي مشروع نعلنوا عليه ونقولوا بان راه كاين وشنو هما المشاريع اللي غادي نديروا باش نوصلوا لواحد الهدف. شنو هو هذا الهدف؟ نديروا واحد الثقه ما بين الساكنه ديال سيدي بليوط والمجلس المقاطعه ديال سيدي بليوط. المشاريع كاين تبارك الله مجموعه من المشاريع، حنا ما بغيناش نساليو هذه الولايه الا ما ساليناش الشوارع كلها والازقه كلها ديال سيدي بليوط. اذا كل عام حنا كنطرقوا لواحد المجموعه من الاحياء، كل عام عندنا دابا هذا العام تقريبا في 2023 درنا غادي نديروا جوج الاحياء ولا ثلاثه. في 2022 درنا جوج الاحياء، درنا بجديه ودرب عمر ومازال ما ساليناش. ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن من هنا الاخر ديال الولايه نكونوا سالينا جميع الازقه والاحياء ديال تراب سيدي بليوط، بما فيها البنيه التحتيه، بما فيها الارصفه، الزفت، الاناره، تطهير السائل، يعني كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه، حتى المساحات الخضراء ان شاء الله غادي نخدموا عليها. زيد على ذلك الاسواق، عندنا واحد ان شاء الله غادي في الدوره العاديه دابا اللي جايه غادي يكون عندنا عرض على الاسواق اللي كاينين في تراب ديال سيدي بليوط، وهذا العرض هذا غادي نخرجوا به بواحد التوصيات وغادي نخرجوا بواحد المنتجات اللي هي اعاده الهيكله ديال الاسواق الجماعيه باش تولي عندها واحد الجماليه، واحد الجاذبيه اللي ما بقاش اللي فقداتها دابا حاليا. اذا كنشكر انا رجال الاعلام على تلبيه الدعوه وعلى الحضور ديالهم المكثف هذا النهار، قدرنا نهضروا بكل اريحيه، عطينا بعض المستجدات وعطينا بعض المشاريع اللي كاينه في التراب، وكانوا واحد تجاوب ايجابي ما بين المجلس والصحافه، بحيث ان كانوا مجموعه من الاسئله ومجموعه من الاجوبه بدون لغه خشب، هضرنا تكلمنا تجاوبنا انتقدنا بعضياتنا، وهذا هو المبتغى. وخاصنا نخرجوا بواحد اذا واحد المستخرج واحد المستنتج عندنا من هذا اللقاء. شنو هو اننا خاصنا نبقاو نتواصلوا مع بعضياتنا، وخاص المقاطعه ديال سيدي بليوط تعين واحد المنتخب، واحد الرئيس المصلحه او لا موظف في المقاطعه اللي غادي يكون عنده جميع المعلومات اللازمه باش يتواصل مع الصحافه، وهذا غادي يجعل ان الصحافه يكونوا عندها المعلومات الحقيقيه اللي كاينه في التراب. دابا المواطنين راه كيمثلهم المنتخبين اللي صوتوا عليهم، اذا مجلس المقاطعه راه فيه منتخبين اللي كيهضروا على المتطلبات ديال الساكنه. ملي كيجي انا ملي كنجتمعوا في الدوره اولا في اللجان، المنتخبين اللي جايين من التراب ديال سيدي بليوط من الاحياء ديالهم كيطلعوا لنا المعلومه وكيقولوا راه خاصنا وخاصنا. اذا عن طريق هذاك المخصص الاجمالي اللي عندنا والموارد الماليه اللي عندنا كنحاولوا نديروا اولويات. حنا عارفين كلنا بان مع الوقت راه الحمد لله الوقت كيدوز دغيا وكلشي كيدار، شويه ديال الصبر شويه ديال الصبر راه كلشي غيدار. يعني الا ما دخلناش لهذا الحي هذا العام راه غندخلوا ليه العام الجاي، ما يمكنناش نديروا كلشي في نفس الوقت، وهذا حتى بالنسبه للسكان راه ماشي ساهل. ما يمكنناش حنا نقلبوا الدار البيضاء كلها اشغال، منين غيدوزوا هاد الناس؟ فين السيركيلاسيون؟ فين 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 الامن؟ فين يعني ما يمكن بحال دابا حيقولتي حنا خدامين عليه في مجموعه من الاماكن، راه صعيبه على السكان، صعيبه عليها الصداع، صعيب عليهم السيركيلاسيون، صعيب عليهم مجموعه من الاشياء اكراهات اللي هي عمليه يوميه ما نقدروش حنا نخدموا في التراب كله، الا درنا اشغال في التراب كله كيفاش غادي نديروا حنا باش نتنقلوا؟ هذا هو المشكل الكبير. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.